احتجاجات طلابية جديدة أمام وزارة التعليم العالي بمشاركة واسعة من طلاب جامعة نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب. المحتجون رفعوا شعارات تطالب بتعميم المنحة وأكدوا مضيهم في الأنشطة الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم، منتقدين التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي. الاحتجاجات الطلابية الجديدة تميزت عن سابقاتها خلال الأسابيع الماضية التي اختصت بطلاب إحدى الكليات أودعت إليها إحدى النقابات الطلابية، حيث شهدت حضورا طلابيا كبيرا من مختلف الفصول والكليات الجامعية. أنا طالب حيادي، ماني من أي لسنجكا، لا نقول لا أرى طلاب. نحن اليوم جينا بوقفة أمام وزارة التعليم العالي، نطالب السيد الوزير عنه يعمم من منح لجميع الطلاب. وذيك الليلة قال في التلفزة عن إضرابات احتجاجات الطلاب، عنا ما تأثر فيه. قرينا قالي له نحن المرة عنا دور تأثر فيه، دور تأثر فيه، حتى دور يتأثر، وعن ما عندهم الحلول، ما يلبي مطالب جميع الطلاب. حراك طلابي شديد مناهض لتصريحات وزير التعليم العالي الأخيرة، يهدد منظموه بخطوات تصعيدية في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم. فتنا عدلنا وقفة المرة الماضية قدام الوزارة هنا تياها، وعقب ما مشاونا حد الوزير ليلتنا ذي مولي ما تكلم عن قطاع برص وعن النقابات الطلابية، ما تكلم قاع ما جابات قاع عليها، وقررت النقابات يامس اعلنها تعدل مسيرة انطلاقا من الجامعة وتوفى بمهرجان قدام الوزارة، كان ذاك مولي عقب كانوا طرشوا لما ذاك دور الله تصعد النقابات ان شاء الله. تنامي الاحتجاجات الطلابية خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، والاصطدامات التي عرفتها الساحة الطلابية بين الطلاب وبين كل من إدارة كلية الطب ووزارة التعليم العالي يكاد يجعل من العام الجامعي الحالي أحد المواسم الجامعية الأكثر سخونة منذ سنوات، بعد الصدامات التي عرفتها جامعة نواكشوط خلال العام 2012.